اضمحلال بيتا. عندما تقوم إحدى الأنوية بإشعاع جسيم بيتا تتحول إلى نواة أكثر استقرارا، فإن هذه العملية تسمى اضمحلال بيتا، ويعبر عنها بالمعادلة إكس العنصر الأساسي ينتج لدينا واي العدد الكتلي، وهنا العدد الذري زائد واحد زائد إلكترون أو صفر سالب واحد، وهذا اسمه بوزيترون. من المعادلة يجب ملاحظة ما يلي: لا تحتوي أنوية العناصر على إلكترونات، ويمكن تفسير انبعاث الإلكترون كما يلي: أولا، نلاحظ أن عدد البروتونات في النواة الناتجة يزداد واحد، وعدد النيوترونات يقل بمقدار واحد، وهذا ناتج عن تحلل إحدى النيوترونات إلى بروتون وإلكترون، ولأن كتلة الإلكترون صغيرة جدا فإنه يخرج من النواة بينما يبقى البروتون داخلها. إذا في العنصر الناتج هذا زاد عدد البروتون واحد، وهنا نقص واحد، وهذا إذا نتج عن تحلل إحدى النيوترونات إلى بروتون وإلكترون. الآن هذا البروتون يبقى داخل النواة بينما الإلكترون يخرج من النواة. الآن يمكن للنواة أن تبعث جسيم بيتا الموجب والمسمى بوزيترون. البوزيترون يختلف عن الإلكترون بهذا الشكل: إي صفر زائد واحد، هذا يسمى بوزيترون، وهو جسيم مماثل للإلكترون في خصائصه، إلا أن شحنته موجبة نتيجة لتحلل أحد البروتونات إلى نيوترون وبوزيترون، فيبقى النيوترون ويخرج البوزيترون. أيضا لدينا نيوترون وبوزيترون، يبقى النيوترون ويخرج البوزيترون. إذا يسمى هذا الإلكترون نيوترون. كما هو الحال في اضمحلال ألفا، فإن اضمحلال بيتا أيضا تحقق عدة من مبادئ الحفظ: أولا، حفظ الزخم، حفظ العدد الكتلي، وحفظ العدد الذري، وحفظ الطاقة والكتلة. من الأمثلة على اضمحلال بيتا كما نرى اضمحلال نواة الكربون C614 تعطينا نيتروجين 7 14 زائد نيوترون صفر سالب واحد. نلاحظ 7 ناقص 1 6، 14 زائد 0 14، إذن حققت جميع مبادئ الحفظ. من حسابات قانون حفظ الكتلة والطاقة يبين أن الإلكترون المنبعث من اضمحلال بيتا يجب أن يحمل طاقة حركية مقدارها 156 كيلو إلكترون فولت، ولكن بقياس طاقة الإلكترون الحركية المنبعثة تبين أن الإلكترون يحمل طاقة أقل، فأين تذهب الطاقة المفقودة؟ قدم العالم باولي افتراضا يقضي بانبعاث جسيم آخر من جسيم بيتا اسمه نيوترينو. هذا النيوترينو جسيم صغير جدا غير مشحون، يرمز له بالرمز ميو بهذه الطريقة. وقد أثبتت التجارب صحة اقتراح العالم باولي، ولأن اضمحلال بيتا قد يكون إلكترون أو بوزيترون، فقد وجد أن النيوترينو هذا يصاحب انبعاث البوزيترون. إذن النيوترينو يصاحب انبعاث البوزيترون، أما الإلكترون يصاحبه انبعاث جديد ضديد النيوترينو، وعليه يمكن التعبير عن تحلل النيوترون والبروتون كما يلي: أولا، النيوترون يعطينا بوزيترون زائد إلكترون زائد ضديد النيوترينو، لأنه دائما الإلكترون يصاحبه انبعاث ضديد النيوترينو. الآن البوزيترون يعطينا نيوترون
زائد بوزيترون زائد النيوترينو. إذا عليه يمكن إعادة كتابة معادلة اضمحلال الكربون بهذا الشكل، بما أنه لدينا إلكترون إذا نصاحبه بأن نضع ضديد النيوترينو. إذا هذه معادلة اضمحلال بيتا السالب، وهذه معادلة اضمحلال بيتا الموجب. طبعا هذا بروتون وهذا نيوترون، وأيضا نفس الشيء ليس بوزيترون.